الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، يقول في رسالته ويبدأها بقول الحق سبحانه وتعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويستفسر هل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يصطاد السمك ويأكل منه، ويطلب أن تتفضلوا بشرح معنى الآية الكريمة، ولكم جزيل الشكر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الآية. فربنا عز وجل أتباها للحرم صيد البحر وحرم عليهم صيد البحر، فالمحرم له أن يصيد صيد البحر من السمك ويأكله، له صيده وله أكله، صيده ما يصيده فيه وطعامه ما يطفو عليه من السمك الميت، فإن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته، فما يطفو عليه هو طعام من السمك الصغار والكبار، من أخذه هو حل له، وما يصيده فيه بأنواع الأعلاف والشباك هو حل له أيضا، سواء كان محرما أو حلالا بنص الآية الكريمة. أما صيد البر فلا، كالظباء والأرانب ونحوها ليس المحرم يصيد صيد البر، وإن كان في الحرم، وليس له صيد الحرم أيضا سواء كان محرما أو حلالا. صيد البر لا يجوز للمحرم إذا كان في الحرم، وإذا كان في الحرم حرم على المحرم وعلى غير المحرم. أحسن الله إليك.